وفاء رئيس جمعية جوهرة الفنون الثقافية. اليوم حنا في إطار المداومة الليلية اللي كتصر عليها جمعية جوهرة الفنون الثقافية. هذه المبادرة خديناها تحت شعار معا ضد كورونا. هذه العملية جات من طبيعة الحال تماشيا مع أهداف الجمعية واللي كتعتبر ثقافة التطوع جزء لا يتجزأ منها، على اعتبار أن من طبيعة الحال من بين يعني الأهداف كذلك ديال هذه المبادرة وهو ترسيخ مبدأ التضامن والتعاون، يعني مثل هذه الظروف اللي كتستدعي منا تضحية ونقران الذات والتحلي بروح المسؤولية. هذه العملية هذه كيسهروا عليها طاقمين، طاقم ديال الليل وطاقم ديال النهار، إلى غاية يعني رفع الحجر الصحي. وهاد المبادرة هذه بطبيعة الحال كاين فيها يعني بعض الإحصائيات اللي ممكن نعطيهم لكم حالا، وهما كاين طلبات الاستشارة بطبيعة الحال اللي كيتم من خلالها توجيه المواطنين المتصلين كل حسب طلبه، واللي وصلنا فيها اليوم يعني في اليوم السابع 51 يعني طلب، وكان كذلك يعني خدمة أخرى أو عملية أخرى وهي عملية إيصال أدوية لطالبيها. وهذه العملية غالبا كتكون في الليل، اللي وصلنا فيها حوالي يعني 67 طلبية، بالإضافة أيضا المساهمة في توزيع القفف اللي كانت جمعتها جمعية قطرة الشباب، وكانت منظمتها بطبيعة الحال في إطار يعني التعاون مع الأسر المعوزة مساهمة منها. كذلك كاين واحد العملية أخرى اللي كتصار عليها جمعية جوهرة الفنون الثقافية، وهي أداء فواتير الإنترنت والهاتف، اللي وصلنا فيها حاليا يعني 13 شخص اللي استفاد منها، بالإضافة إلى عملية أخرى وهي عملية إيصال المواد الغذائية اللي وصلنا فيها كذلك حتى هي 21 طلب، وكاين خدمات أخرى.